مشاهدين ساعة مع نبال مساء الأنوار. كتير من الناس أول ما بيفتحوا عينيهم الصبح قبل ما ياخدوا فنجان قهوتهم يجري جري على البرج بتاعه ويدور عليه ويشوف حظه ويربط أحداثه اليومية باللي أراه في البرج. للدرجة دي إحنا يعني مرتبطين أو متأثرين بالأبراج، للدرجة دي إحنا مقتنعين إن هي ليها دور كبير في حياتنا وفي تكوين شخصيتنا، ولا ده مش حقيقي وإحنا بنحاول يعني نخرج من الضغوط النفسية والتعب اللي احنا موجودين فيه ان احنا نقنع نفسنا بده. عموما الاراء منقسمة لجبهتين، جبهة بتقول ان الابراج حقيقة وواقع، وجبهة تانية بتقول ان هي اوهام وخيال. والمشاهد في ورطة قاعد مش عارف الحقيقة فين. طيب لما انتوا بتقولوا لنا كده، ده احنا ما بنفتحش قناة الا ما بنلاقي خبير او خبيرة ابراج وبتتكلم عن الصفات والتوافق بين الاشخاص وبين المستقبل وبين الاحداث السعيدة او غير السعيدة اللي ممكن تحصل. ازاي يعني بتقولوا لنا ان هي بين الحقيقة وبين الخيال؟ عشان كده، عشان نحل اللغز ده، النهاردة في ساعة مع نبال هنفتح ملف الأبراج. هل الأبراج حقيقة أم أوهام وخرافات؟ النهاردة في الاستوديو معايا الدكتور عبد الغني سليم من علماء وزارة الأوقاف، ومعايا الدكتور محمود الشامي رئيس شعبة الطاقات الغير مرئية بالجامعة الأمريكية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. دكتور محمود، يعني في حاجة بتحصل في حياتنا شبه يوميا، يعني أول ما تقعد مع حد وتتكلم معاه وتاخد وتدي معاه يقوم يقول لك إيه، بالذات لو كنت بتتكلم في موضوع مهم، يعني يقول لك هو أنت برج إيه؟ فتقول له أنا برج كذا، فيقول لك أيوة علشان كلامك أنت. هل يعني إحنا بقينا بنحكم على بعض أو بنحكم إن عقولنا مرتبة ولا إحنا مثقفين ولا إحنا صفاتنا إيه من خلال البرج؟ فإحنا أنا مش مستوعبة ده، وعايزة أعرف من حضرتك إيه هو الأبراج وإيه حقيقتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بك. وكل السادة المشاهدين وضيفنا الكريم أستاذنا. حضرتك طيب يا دكتور. مبدئيا العلم عمره ما اختلف مع الدين. تمام. ولكن الدخلاء على العلوم هم اللي عاملين شبهة للقصة، فبيتكلموا من غير علم ومن غير دراسة ومن غير حاجة. طيب أولا أنا عايزة أعرف إيه هي الأبراج؟ ما انا هرد على السؤال الاولاني. مش هخش في التاني الا ما ارد على السؤال الاولاني. طب اتفضل. هل الموضوع ده حقيقه ولا اوهام؟ لا انا لسه ما سالتش السؤال. طيب. انا لسه بقول عايزه اعرف ايه موضوع الابراج. الابراج ايه؟ الابراج ايه؟ احنا قلنا دلوقتي اللي بيجيب الشبهه الدخلاء على العلم. تمام. بالنسبه للابراج ذكرت في القران الكريم في اكثر من موضع. تمام. والكواكب برضو. ربنا في سورة الرحمن قال والشمس والقمر بحسبان، وكلمة بحسبان أي بدقة متناهية. تمام. فلما أجي أتوقع لحضرتك دلوقتي أن مثلا في كسوف وخسوف في شهر 7 اللي جاي وإحنا لسه ما جينا 7، ده مش غيب، ده علم، وهو ربنا اللي علمه لنا. قبل ما نتكلم في حتة الغيب، سألت حضرتك كل علم بيبقى له أصل. إيه أصل الأبراج؟ ما أنا جاي لحضرتك. اتفضل. أنا تخصصي في حاجة اسمها الطاقات غير المرئية، وهي كل ما يؤثر فينا ولا نراه. أولا حركة الكواكب الأول، وبعد كده نبقى نروح للأرقام وللحروف. تمام. وللأسماء.
حركة الكواكب مذكورة في القرآن في أكتر من موضع. وبعدين عالم الفيزياء فيثاغورس درس فلك، ابن حيان درس فلك، ابن تيمية، كل العلماء السلف اللي قبلنا، الحضارة الغربية كلها مبنية على أكتاف علمائنا السابقين يعني. بالإضافة أن في سورة في القرآن تبارك الذي جعل في السماء بروجا، ابن كثير والجلالين والطبري، ده مرجع ليا القرآن وتفسيره. قالوا اثنى عشر برج، الحمل والطور والجوزاء والسرطان إلى آخر الأبراج، وما اكتفوش بكده، قالوا وقيدنا لكل برج كوكب، السرطان وله القمر، الأسد وله الشمس. كمان الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية سنة 36 ألف كتاب عن علم الفلك، وقال إن كل ما يحدث على الأرض وللأرض وللإنسان حتى الجنين في بطن أمه من سلوك وانفعال إنما يرجع لحركة الكواكب بإذن الله. يبقى إحنا القصة كلها إن الناس ممكن تنحرف وتعبد الشمس والقمر زي ما حصل قبل كده، في دجالين ومشعوذين واخدينها سبوبة، لكن احنا الناس دي كانت مفسرة للقرآن، ما كانتش بتاعت أبراج. من هذا المنطلق بمجرد ما يبقى فيه فلا أقسم بمواقع النجوم اللي هي الأبراج وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يبقى فيه تأثير. هذا شيخ الأزهر قال إن فيه تأثير وألف كتاب شيخ الأزهر. يعني الأبراج علم وليها أصل، الأبراج بمفهومها الموجود مش هو ده الصح، لكن كل اللي بيتكلموا في قصه الابراج ما بيعرفوش يتكلموا زي ما هو موجود في المرجع بتاعه. هرجع لحضرتك تاني بس بعد ما اسال فضيله الشيخ. في الفتره الاخيره شريحه كبيره جدا من المجتمع مقتنعه تماما بان الكواكب والنجوم بتتوافق او مرتبطه بشخصياتنا وصفاتنا. رأي الدين بيشوف ده ازاي؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. احنا طبعا في مناظرة، تمام، وبداية المناظرة لابد أن أعرف مع من أتحدث. أنا مثلا اسمي عبد الغني إبراهيم سليم، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف المصرية، تمام، مديرتها في القاهرة، تمام. إمام وخطيب يعني لابد أكون حاصل على ليسانس من جامعة الأزهر، تمام، إما شريعة إما أصول دين إما لغة عربية، أنا حاصل على ليسانس الشريعة. عايز أعرف معالي الدكتور حاصل على إيه؟ أنا أول مرة أسمع عن الطاقات غير المرئية، وكل يوم بنسمع عالم في الفلك، خبيرة في الفلك، دربة الودع، الكلام ده كله كل يوم منتشر على البتاع. فأنا عايز أعرف حضرتك الأول دكتور في إيه؟ أنا دي بطاقتي. أنا دكتور في الجامعة الأمريكية، بس أنا عايزك يعني تهدى شوية كده. أنا هادي جدا. أنا هادي أحسن الموضوع. أنا بدعي. الموضوع زاد. بدعي حضرتك. لا حضرتك. بسبب ماذا؟ كده البداية كده حضرتك رجل دين. إحنا لا ومفروض أنا إن حضرتك تاخدني على قد عقلي وتظهرني وتظهر جهلي للمشاهدين. أنا بقول لحضرتك يعني. لكن ما تطلعليش بطاقتك وتقولي البطاقة. أنا بقول لحضرتك أنا بتكلم. أنا دكتور في الجامعة الأمريكية. أنا محمود. أنا فندم. دكتور محمود. أنا ما أقصدش. أنا أقول أنا جيت. أنا إمام وخطيب. لا يختلف مع الدين. ست الكل. استشهدت بشيخ أزهر ألف كتاب عن علم الفلك وتأثير الكواكب. عايز أقول حاجة حضرتك. نسمع الدكتور مصطفى محمود وهو بيقول لولا تأثير أنا عايز أبدأ بس لما عايز أبدأ. كانت للحياة على وجه الأرض. أنا عايز أبدأ. أول حاجة أبدأ. إحنا أبدأ الهدف النهاردة الموضوع سهل جدا. الحوار وطرح القضية دي. حضرتك أصلا يا دكتور محمود أشرت في البداية إن في كتير هم اللي أساؤهم إلى المهنة. تمام. 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 عشان كده أنا عايز أعرف أنا بتكلم مع مين الأول. هو بس عايز يعرف كل يوم حضرتك بنسمع على قناة تعرف حضرتك بس هذا الموضوع. أنا لغيت لك كل اللي في القنوات بقى دلوقتي العلم. الناس اللي بتسيء للعلم أنا أعرفهم كلهم. أعرفهم كلهم. أنا يكفيني فخر إن شيخ المفتي الديار لما بيجي يستطلع الهلال وما بيلاقوش بالنظاره المعظمه كلام خطا كلام خطا غير مجمع عليه شرعيا. انا بقول لحضرتك كراجل دين فلكيا ان غدا اول ايام رمضان وانا بقول لحضرتك انا بقول وضعيا ولا قرم ليا ولا قال كفيه. شوف شوف عايزين شوف نحترم الكلمه اللي بتتقال فلكيا. فسرها لحضرتك. ارد على حضرتك اولا. اولا دكتور اسماعيل اقول لحضرتك ارد بس الدكتور محمود او الاستاذ محمود. دكتور عبد الغني لو سمحت حضرتك ترد على سؤالي. ارد على سؤالي اتفضل. بلاش ندخل في حاجات ده يعني لابد احنا جينا عشان كده عشان نوضح الحق من الزعبلات. عايزين
كل واحد من الاوهام. عايزين فضل. كل واحد يبقى نسمع ونكرر الكلام اذا كان مظبوط ولا لا. طب انا عايز اعرف حضرتك دكتوراه في ايه؟ انا بتكلم انا مجتهد. انا سالت حضرتك دلوقتي ان في شريحه كبيره من المجتمع والابراج والنجوم مرتبطه او هم مقتنعين ان الابراج والنجوم مرتبطه بشخصياتهم وصفاتهم. حضرتك رد على سؤالي ومالناش دعوه بالديل بقى نتكلم. لا احنا عايزين نتكلم في القضيه اللي احنا جايين نطرحها النهارده عشان الناس تعرف الصح من الغلط. يا استاذه نبال احنا جايين دلوقتي مش نضيع وقت على الفاضي، وقت الجمهور وقتك وقتي. تمام. احنا جايين نحرر محل النزاع. فين محل النزاع؟ اتفضل. محل النزاع اللي في ناس بتقول حياتنا كلها مرتبطة. الكلام طبعا الدكتور هيقول لا. أنا بسأل حضرتك فضل. دلوقتي سؤال صريح ومحدد. اتفضل. دلوقتي رأي حضرتك، رأي الدين في اللي أنا بقوله، في السؤال اللي أنا وجهته، اللي هو في شريحة كبيرة من المجتمع مرتبطة أو مقتنعة إن الأبراج والكواكب لها تأثير كبير على الشخصيات وعلى حضرتك. بتكرر التأثير ده ولا بتنكره؟ انا انكره. دكتور محمود، دكتور محمود، احنا يعني من البدايه بنتفق هو سمى المقابله نزاع. لا 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 لا، مناظره مش نزاع. مفيش نزاع. انا صاحب فكره يا فندم. محل النزاع ده في الشريعه الاسلاميه. انا بقول ايه؟ اي نقطه شرعيه فيها خلاف بين الاراء بقول لك ما هو محل تحرير محل النزاع. مختلفين في ايه؟ بس انا عايزه اقول حاجه لو تسمحوا لي. عشان دايما اي قضيه نقدر نوصل ليها لطريق صح او ان احنا نسلط الضوء على حاجات معينه، لازم النقاش يكون بشكل يعني حواري علمي. بالظبط. فكل واحد له يعني معاد في السؤال والاجابه، لكن لو علينا صوتنا احنا مش هنوصل لحاجه، وهتنتهي الحلقه واحنا مختلفين وزعلانين ومش ما وصلناش لحاجه، ومش ده اللي احنا مقصود النهارده في ساعه معني بقى. تمام. حضرتك بقى يا فندم اكمل بس جزئيه صغيره. طب بس يا دكتوره، كان مدرس في الازهر لغايه سنه 36. طب هيجاوب بس يا دكتور. مش الدجل. ما انا قلت ضربت الودع. الدكتور ضربت الودع. تفرق عن حضرتك ايه؟ لا حضرتك كده ضربت الودع. لا دكتور محمود قال ما تفرقش العداوه دي، مش هتنفع. والله بعداوه يا دكتور. بعد لازم تسمعني. جاوب وغلطت. لو سمحت. عن ايه بقى؟ عن ان في مجموعه كبيره. بالظبط. تنسخ لي الكلام ده؟ اه طبعا. ما انا متفق معاك طبعا. انا مش مقتنع. من ايه بقى؟ راي الدين. في دجالين وفي مشعوذين. من ايه حضرتك؟ اتفضل. انا طبعا كان ليا على الصحه والجمال هنا، كان ليا برامج فتاوى طبيه. تمام. لما تتصل بيا واحده من اتباع الدكتور تقول يا مولانا انا عيانه وعندي صداع ورحت للشيخ. طب هي قالت لك انها حاجه؟ انا بقول لحضرتك ما هي تبع. فالشيخ يعني قال لي. هي قالت لك انها تبع؟ طبعا اكيد. كل دول اتباع حضرتك. لكن مش الكلام ده. حضرتك وغيرك قدوه ليا. المفروض اسلوبك ووضعك دلوقتي في الهادي خالص. انا هادي والله. دكتور عبد الغني لو سمحت. عشان انا عايز خطا يقع قدام الناس. دكتور عبد الغني، نطلع من اطار الدكتور ونجاوب على الاسئله. طيب الاسئله. انا عايزه راي الدين دلوقتي. الكواكب لها تاثير ولا مالهاش؟ لا طبعا مالهاش تاثير. نشوف الدكتور مصطفى محمود بعد اذنك. اشوف النبي صلى الله عليه وسلم وربنا عز وجل. هنسمعه بس. انت حضرتك انا اصلا سمعت كل حلقات الدكتور. تمام. وكله كلام مكرر. اقول لك دلوقتي ممكن يقول حضرتك مالكش دعوه. انا اقول لحضرتك دلوقتي. حضرتك هي احنا هي دوامه بيمشوا فيها بيضحكوا فيها على الناس الجهله. لما الست تتصل بيها تقول انا عيانه ورحت للشيخ وما عمل ليه. يا جهله عيانه روح للدكتور. انا اسف جدا. عيانه روح للطبيب. طب ليه يا فندم؟ اتفضل اتفضل اقعد. احنا جينا عشان كده. اتفضل يا فندم. كلامه موجه ليا. طيب بتتكلم في حضرتك هل هو حقيقه ولا لا؟ انا بقول مش علم. انا بقول مش علم. الدكتور مصطفى محمود وهو انا بقول انا جاي اتكلم عن الله. شغالين الشيخ الشعراوي. هنطلع فاصل ونرجع تاني في ساعه مع انا جاي اتكلم عن
ورجعنا تاني في ساعة مع نبال وملف الأبراج، هل هي حقيقة أم خيال؟ وبنقدم اعتذار للدكتور محمود الشامي، وأتمنى أن هو يعني ينضم إلينا، وإحنا عايزين ندير الحوار بشكل حواري عشان الناس تقدر تستفيد مننا. اتفضل يا دكتور، وبنعتذر يعني لحضرتك، واتفضل. اعتذار مقبول. اهلا وسهلا، اتفضل حضرتك. هتعقب على عايز اقول ان واحنا في ابتدائي درسنا موضوع التمثيل الضوئي، البناء الضوئي، تمام. فلولا اتحاد اشعه الشمس مع ماده الكلوروفيل اللي في النبات، ما كانش النبات يصنع غذائه بنفسه، تمام. وما كانش الحيوان يتغذى وينمو على النبات، وما كانش الانسان يتغذى على الحيوان وعلى النبات. طيب ده الاكل، نركن على جنب. في موضع تاني نلاقي الشمس بترسل في أشعاتها في المياه والبحار والمحيطات، يطلع بخار المية يتكثف ينزل مطر. نرجع للآية اللي بتقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، تمام. يعني فيش حاجة حية لما يبقى فيها موضوع المية، تمام. طب ده الأكل وده الشرب. الأخطر من كده بقى أنه كل مصادر الأكسجين على وجه الكرة الأرضية بترجع للخضرة، ومفيش خضرة من غير شمس، تمام. يبقى ده تأثير باين، وهقولك على مغناطيسية القمر بعد ما حضرتك يعني خلاها في الفقرة اللي بعدها. مغناطيسية القمر وتأثير القمر علينا في المحاط، لأن ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. لو أستاذنا عنده تفسير لكلمة غاسق اللي هو القمر، وإذا وقب إذا اختفى، وده فلكيا وقت المحاق، لأنه هو القمر بيختفي إمتى؟ القمر بيتولد هلال ثم يأخذ في الزيادة إلى أن يكتمل بدر، ثم يأخذ في النقصان إلى أن يختفي آخر يومين في الشهر العربي. ربنا بيقولك اليومين دول فيهم شر، ابقى استعيني بيا. أنا بقى دوري كله إن أنا عارف إن وقت المحاق ده بعد 4 أيام، بعد 10 أيام، فبشور عليهم زي قصة الكسوف والخسوف، اللي هي برضو الكسوف والخسوف عبارة عن شمس وقمر بيبقوا واخدين 180 درجة مع بعض. وكون ان انا احدد ان في شهر 7 الساعة 2:03 هتبقى الظاهرة ديت موجودة، يبقى الدقة ديت لله، العظمة دي لله مش ليا انا فقط، لتعلموا عدد السنين او الحساب من القمر. والشمس والقمر هي بتعمل ظاهرة الكسوف. طب وصلت الرسالة يعني يا دكتور محمود؟ يعني الدقة في التوقع أو في التوقيت اللي بحدده خاضع لله، مش من عند حد تاني، مش عند يعني احنا بنقول ربنا بيقولكم أعوذ برب الفلق. وصلت الرسالة دكتور محمود، و اسمح لي يا دكتور، وعايزة إجابة على السؤال. رأي الدين في الأبراج وعلم الغيب. طيب الدكتور مصطفى محمود اتكلم على الشمس، محدش اعترض عن الشمس، محدش اعترض على تأثير الشمس على الكرة الأرضية كلها، تمام. محدش اعترض على ان كل كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حيا، محدش اعترض على ان وقال جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، محدش اعترض على الكلام ده، تمام. ايه علاقة ده بحظك اليوم؟ انا اقول لحضرتك ايه العلاقة؟ علاقة لا لا احنا لو سمحت عشان كل واحد له وقت يجاوب. دكتور مصطفى محمود قال لك ما بيحصل كسوف لا 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 لو سمحت يا دكتور محمود، معاك ورقه وقلم زي ما قلنا عايزين. انا قاعده، دي مش مناظره، لا خلاص ده ماشي. احنا جايبين الجبهين الجبهتين وعايزين اجابات عشان الناس. شوف لا ان شاء الله مجلس علمي لو حفته الملائكه، ان شاء الله الملائكه موجوده وحضراتكم موجوده، سجل كده ملاحظاتك. جاوب يا دكتور، اتفضل. انا اجاوب الاول، مفيش اي اعتراض على الكلام ده، تمام. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لك قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، طبعا كلهم بيمسكوا في الكلمه دي، الغاسق اذا وقب يعني القمر في المحاق، لا غاسق اذا وقب يعني الليل اذا دخل، تمام. غاسق اذا وقب يعني العذاب، تمام. معايا كده؟ اه. ويعني القمر، يعني اذا التفسيرات مختلفه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل الليل اعملوا ايه؟ لموا صبيكم في الاولاد فدخلوهم البيت، غطوا على الاكل، غطوا على الشرب، غطوا ليه يا رب؟ عشان الملائكه الشياطين بتنتشر في الايه؟ في وقت الغروب
ملهاش علاقة لا بالقمر يعني رأي ولا بحظك اليوم. الدين، رأي الدين، اتفضل. رأي الشرع في الأبراج والتنبؤات، تأثير الكواكب على الناس. التنبؤات دي، لا ثانية التنبؤات واحدة دي بقى، يا أستاذة، لا التنبؤات دي لو يا أستاذة، سمحت، لو من سمحت. يتنبأ فقد كفر. ليه؟ ليه؟ لأن أنا أتنبأ، يعني أنا أعرف الغيب. تمام. والله سبحانه وتعالى قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. كلام انتهى، ولا بتاع دربت الودع ولا المنجم ولا ده ولا ده، ما حد، اي حد. لان ان كنا مؤمنين بكلام الله، قل لا يعلم من في السماوات والغيب الا الله. لما ربنا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من، الا اللي درس ابراج، الا اللي ضربت الودع والرمل، الا من ارتضى من رسول. بعض الرسل في بعض المواقف، في بعض الامور الخاصه جدا، الله سبحانه وتعالى عن طريق جبريل، مش عن طريق الكوكب ولا البرج ولا الرمل ولا الشمس ولا المحاق ولا الكلام ده، إلا من ارتضى من رسول. إذن هذا العلم الغيب عند الله سبحانه وتعالى، لا يعلم الغيب إلا الله. فأنا ما أتنبأ، أنا ممكن أتوقع، أتوقع أحسب زي بتوع الأرصاد. إحنا كل يوم أستاذ نبيل بنستمع الأرصاد، بكرة مطر ولا مش مطر، هم بيضربوا الوادع ويشوفوا النجوم والكواكب والكلام ده. لا، ده بيقيسوا، ده علم في الأرصاد، علم خاص به، بشيء بيقيسوا درجة الرياح، سرعة الرياح، اتجاه الرياح، مش عارف ايه، يتوقع يقول لك هيكون في مطر في الحتة الفلانية، هيكون في برد في الحتة الفلانية، ده علم مش شعوذة. تمام. اتفضلي. دكتور، فالإسلام لا يعترف بشيء اسمه بروج، حتى البروج موجودة. الله تمام. سبحانه وتعالى قال: والسماء ذات البروج. ماشي؟ الله سبحانه وتعالى يبقى ما بيعترفش. طيب اسمح لي ما دكتور يعترفش محمود، بالبروج، دكتور محمود، بتأثير البروج على الموضوع. بس لو سمحت لا لو سمحت قبل بكمل التعقيد، اكمل قبل حضرتك التعقيد. اكمل انا قلت حضرتك انا عايزه اسال. اكمل حضرتك وبراحتك، اكمل تمام اكمل. تمام الدكتور هيقول لك، الشيخ بخيت المطيعي قال لك ان الجن والانس والمولود مش ويل ويل ويل، كل ده متاثر بالنجوم. وانا اقول ده ماليش علاقه بيه، اضرب بكل قول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. حضرتك رديت على السؤال. طبعاً. ان الدين غير معترف بموضوع الابراج والتنبؤات. طبعاً. سؤالي لحضرتك دكتور محمود، التنبؤات اللي خبراء الابراج او المتخصصين بيتنبؤوا ليها، بيستندوا لايه، وهل هي فعلا بتكون صحيحه ولا لا؟ تمام، اتفضل. بيستندوا لحركه الكواكب. تمام. وتأثيرها على الناس. تمام. وزي ما قال شيخ الأزهر الشيخ محمد بخيت المطيعي، أنا مش كذاب، مفتي الديار، أنه ألف كتاب عن علم الفلك، وقال إن كل ما يحدث على الأرض وللأرض وللإنسان حتى الجنين في بطن أمه من سلوك وانفعال إنما يرجع لحركة الكواكب بإذن الله. تمام. عايز أفسر لسيدنا الشيخ يعني إيه غيب. هو لا يعلم الغيب إلا الله، وأنا متفق معاه، أنا مسلم. تمام. أنا إيه؟ مسلم. تمام. وأخاف أن أشرك بالله أو أن أخطأ في الذات الإلهية. تمام. ولكن تعالوا نفهم يعني إيه غيب. يعني أنا لو عندي سحابة فوق ليبيا على ارتفاع 5 كيلو بسرعة ريح 50 عقدة في الساعة بجاذبية أرضية مرتبطة بكثافة السحابة. تمام. وقلت لك بعد 3 ساعات هتشتف مصر. وفعلا بعد 3 ساعات شتيت في مصر. هل هذا غيب ولا علم؟ انا قلت ده غيب. انا قلت علم. ما لا، ما انا بوضح الغيب اللي انت قلته، لا يعلم الغيب الا الله. بقى انت، انا متفق معاك انه لا يعلم الغيب الا الله. تمام. ولا يطلع على غيبه احد الا من ارتضى، ومطلقه مرتضى يا عمنا، من رسول. ممكن يرتضى اي حد. هتكلم في القران كمان الا من ارتضى. انا ما بتكلمش في القران دلوقتي، لو سمحت سيبه. ده انا بقول الكلام اللي انت بتقوله. ما تجيش تحت القران. طيب، لا بقول الا من ارتضى من رسول. ولا قلت الا من ارتضى، ولا قلت حاجه ثانيه. دكتور محمود حضرتك اتكلم معايا. عامة، لا مش عامة، الا من ارتضى من رسول. بقول لك مطلقة، مش مطلقة، يعني ما قالش إلا من ارتضى من رسول. ما هو رسول ربنا ممكن يبعت رسول، ما هو في فرق بين الرسول والنبي. زي مين؟ دكتور محمود ممكن يبعت دكتور سيدنا الخضر. انتهى انتهى الكلام. طيب. انتهى بعد دكتور رسول محمود. الله صلى الله عليه وسلم. دكتور محمود لو سمحت، خلينا في السؤال اللي أنا سألته. خلي القرآن مش يعني. العلماء ورثة الأنبياء؟ تمام. ولا مش ورثتهم؟ لا، أنا سؤالي محدد. العلماء ورثة الأنبياء ولا لأ؟ أنا سؤالي محدد. ممكن ربنا يرضى على عالم يا أخي. طيب تمام. العالم هيطلعوا على الغيب. تمام. هو حر بقى. دكتور ما محمود. هو الآن. دكتور من محمود. هو حر. مفيش رسالات بعد رسول الله. انت ما معكش وكالة، الوكالة بتاعت حضرتك ان تحلل ما حلله الله. دكتور محمود. وتحرم ما حرمه دكتور الله. محمود. وارجع للشيخ الشعراوي. دكتور محمود. يا علماء الشرع، ما تحطوش مناخيركم في كل طيب. حاجة. دكتور محمود. حل اللي حلو ربنا وحرم اللي حرمه ربنا. دكتور محمود. واترك علماء الكون للتجربة فهي خير دليل.
لان هم دول اللي ربنا قال في حقهم انما يخشى الله من عباد العلماء. الله مش الله ماشي. التنبؤات اللي بيقولوها ثانيه واحده ثانيه واحده الا القران. طيب هرجع لحضرتك بس بعد ما كل حاجه لو هتنتقل حاجه هرجع لحضرتك. ما انت تقطع لو اجراني يا عم الشيخ. القران هرجع لحضرتك. انت تقطع لو اجراني انا بقول لك ما غلطتش. القران هي الله وانا قلت الله. لا القران مش كده. انت بتقول لي انا بقول ربنا سبحانه وتعالى قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول. انت بتقول لا عام إلا لا انا قصدي الرسول ممكن هو طيب. يختار رسول بقى. التنبؤات 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 اللي خبراء الابراج ولا بي بي بيتنبؤوا بيها بتكون صحيحه ولو هي صحيحه مبنيه صحيحة. على ايه؟ تعالي نشوف تمام بره في الغرب. مش عايزين نخرج بره الاطار. مش عايزين نخرج بره الاطار بتاع الكلام. تمام بره عملوا احصاءات في الغرب لقوا ان اثناء اكتمال القمر بدر بتكتر حوادث السير تمام. وبتكتر حوادث العنف الجنسي تمام. وبتكتر نسبه هياج المجانين في مستشفى الامراض العقليه تمام. وبتحدث عمليه المد والجزر في البحار والمحيطات. الله القانون الانجليزي من 50 سنه في ماده بتقول اللي يرتكب جريمه اثناء اكتمال القمر بدر عقوبته تبقى مخففه عن قبل او بعد. الدين الاسلامي وعظمته من 1400 سنه لقينا رسولنا الكريم الذي لا ينطق عن الهوى قال صوموا 13 و14 و15 من كل شهر عربي وده وقت اكتمال القمر بدر. بس ايه الحكمه من الصيام؟ لو سالت سيدنا الشيخ ايه الحكمه من الصيام يقول لك عن الرسول وبس، لكن مش هيقدر يفسرها. بس انا بصفتي متخصص هقول لك. هنقف شويه عند الصيام. الصيام ده فرض كتب عليكم الصيام. اكمل المعلومه انا ما كملتهاش. اكمل المعلومه. كتب عليكم الصيام. يبقى اما الرسول يجي ينصحني اصومهم اكيد في لازمه واكيد في عله. هلاقي ان الشاب لما يكتمل نموه ويبقى مية مية كده وعنده طاقة فايرة وعايز يتجوز ما معهوش فلوس نسمعه الحديث اللي بيقول ايه؟ من استطاع الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصيام. اذا هنا الصيام ممكن يهده او يهديه او يقلل من الطاقة. دي الحكمة من الصيام. اسمح لي بس اللي يمكن سيدنا الشيخ اول مرة طيب. يسمعها يا راجل. دكتور عبد الغني. ايه علاقة ده بالدجل؟ اقول لك ايه علاقة بالدجل؟ اقول لك ايه علاقة بالدجل؟ دكتور عبد الغني. دكتور عبد الغني. اتفضلي اتفضلي. هل الكسوف والخسوف له صلة ولا لا؟ لو سمحت يا دكتور انا لازم افكر كده مش هينفع. ازاي الرسول هنا يخليني اصلي ليك وقت حضرتك من غير ما يبقى فرض؟ الرسول كان عالم الابراج. تعترف بصلاه الكسوف ولا لا؟ انت ايه علاقه صلاه الكسوف؟ انا بسال سؤال. ما علاقه ما تقول في صلاه اسمها صلاه الكسوف ولا لا؟ طبعا. لو سمحت في صيام 13 و14 و15 ولا لا؟ ايه علاقه بالدجل بتاعكم؟ هو تاثير الكواكب اهو. ايه علاقه بالدجل بتاعكم؟ ليك وقت تجاوب عليه عشان الحوار يبقى صح. ايه علاقه الكلام ده؟ احنا كده انا بسال سؤال. صوتنا عالي ومفيش اي حوار ولا الناس استفادت منه. وانا لو انا فاهم حديث ولا اي غلط. دكتور عبد الغني في الفتره الاخيره ظهر عدد كبير من خبراء الابراج. كل ما بنفتح تلفزيون بنلاقي حد خبيره او خبير قاعد وبيتكلم عن التنبؤات اللي هتحصل في المستقبل. راي الدين ايه في الاوضاع اللي احنا بنشوفها في الاعلام؟ كله ده دجل وخزعبلات. زي اقول لك على حاجه ما يزعلش الدكتور من كده. طيب في لو سمحت يا دكتور اقول لحضرتك. مش هقول انا هضرب مثال. انا هقول لك مش هزعل كل يوم والتاني. مش واحده من متابعين الدكتور. ماشي اقول لحضرتك. انا اقول لحضرتك ان واحده من متابعين الدكتور. اقول لحضرتك. طب في وقت حضرتك بقى اتكلم. اتفضل. نفس الوضع بالظبط. تقالي المعالج الروحاني الرقيه بالقران ده كله دجل وشعوذه وقله ادب وضحك على مين؟ على الجهله. وانا متوافق معاك. ده كله ضحك على فكره. مش مختلف معاك. فده زي ده نسمعه. خلي بالك تيجي حضرتك متوافق ازاي معاك؟ انا بتكلم في كلام مصدقه في اللي هو بيقوله. خليك معايا. خليك معايا. في دجالين في دخلاء على العلم بيدعوا نفسهم علم الفلك وهم دول اللي مبوظين الدنيا. لكن تعالى شوف انا بطرح ايه، بقول ايه، فكري ايه. انا مؤلف كتب. طب كمل. انا بقول لحضرتك تيجي للمعالج بالقران تلاقيه جاهل ما يعرفش حاجه غير ايتين حافظهم بالظبط. تمام. برضو تيجي لبتاع ضربه الودع ما تعرفش حاجه. نفس النتيجه. في وقتك يا دكتور محمود. في وقتك لو سمحت. نفس النتيجه ونفس الغايه واحده. اتفضل لحضرتك. فده دول بيضحكوا على اولا بطبيعه الناس يا استاذه نبال. انا عايز اعرف ايه هيحصل لي بكره. تمام. نفسي اعرف. انا ابن هيتجوز، بنت هتتجوز، ابن هينجح. انا طبيعه البشر عايز يعرف ايه اللي جاي. ايه السبب دكتور عبد الغني ان دايما الانسان عنده حب معرفه الغيبيات؟ عشان مفيش ايمان بالله سبحانه وتعالى. تمام.
عشان مفيش علم بشريعة الله سبحانه وتعالى، عشان ما يعرفش ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الغيب ده يعني ليه هو سبحانه وتعالى، عشان ما يعرفش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك خليك في النهارده، مالكش دعوه امبارح، ما تقعدش تبكي على امبارح عشان امبارح عمره ما هيرجع، تمام، ومالكش دعوه ببكره عشان بكره مش بتاعك ولا بتاع الدكتور ولا بتاع حد، بتاع ربنا، خليك في النهارده في العمل، انا مكلف بما افعل او لا تفعل بالوقت اللي انا عايشه، ماليش دعوه ببكره. الدكتور ممكن يقول لي ايه اللي هيحصل بعد ما نطلع من هنا؟ يمكن امسك فيه بره، تعرف انه ممكن نتخانق مع بعض بره؟ اتفضل حضرتك. تعرف انه ممكن نتخانق مع بعض بره قدام البتاع واحنا مروحين كده؟ ممكن؟ مش هتخانق معاك؟ لا انا ممكن اتخانق معاك. حضرتك متوقع حاجه كده؟ حضرتك تعرف انك انت تعرف تغير قدرك؟ دكتور حضرتك تعرف تغير قدرك؟ انتوا بتغيروا الكلام ده، انتوا بتدخلوا للناس. اجاوبك على الناس. اتفضل. الناس محتاجه تعرف ايه اللي هيحصل. عشان كده بيدور على مين؟ على بتاع الشعوذه ده. يقول لي تعالى لي، ده انت هيحصل لك السنه الجايه دي كلها فتحه خير، في طريق سفر قدامك. ده السنه الجايه دي خلي بالك هيحصل لك حاجه من واحد قريبك. ولما تنسرق حاجه من بيتي بدل ما اروح للمباحث، بدل ما اروح لمحمد بيه الالفي اللي هو محمد بيه الالفي مدير عام التنفيذ الاحكام في وزاره الداخليه، تمام، انا بروح لواحد زي ده يقول لي تعالى ده حصل ايه؟ حصل كذا، ده واحد مناخيره طويله واسمراني ومش عارف، ابص بقى في كل قرايبي لان مش هيدخل بيتي الا قرايبي، تحصل مشاكل سودة والراجل ملوش علاقه ولا سرق ولا دخل بيتي ولا ولا ولا، ده اللي بيحصل من الجهله. يعني ممكن فبيروحوا للجهله دول. ممكن نقول ان هم عدم الوعي او ان هم بيصدقوا العقل انشال، عايز اي حد يحل له مشكله، العقل انشال لغى العقل وعنده ضغوط نفسيه. اقول لك حاجه يا استاذ نبيل، اقول لك حاجه يا استاذ نبيل، اتفضل. انا لو من وزاره الداخليه اقبض على اي واحد بيعمل الكلام ده. ليه؟ لان دول اخطر من تجار المخدرات. دكتور محمود المهندس، الدكتور، المحامي، الطيار، كلها مهن معروفه. خبير الابراج، مين من المهن دي؟ يعني ايه مين من المهن؟ يعني كل مهنه ليها اصل. تمام. خبير الابراج يعني بيبقى من الاقرب لايه؟ الاقرب هو علم الفلك، كان بيدرس في الازهر لغايه سنه 36، وبعدين لما عملوا كليه العلوم وكليه الهندسه خدوا المقرر وفرقوه، حتى علم الفلك ده بقى اتفرق اتنين، واحد راح كليه العلوم وواحد راح كليه الهندسه، تمام، فمن هنا باظت العمليه. فرق لنا بين علم الفلك وبين الابراج. لا هو عشان الناس القران كله فلك، الناس مختلط عليها الامور. انا قلت لحضرتك وفي حاجة أنا مش بقطع حضرتك بس عايزة أقولها لحضرتك. فضل. حضرتك في البداية قلت إن في ناس لوثوا المهنة، دي حقيقة، تمام. إحنا دلوقتي ونجوم بالظبط واخدينها سبوبة. إحنا دلوقتي أنا غير كده، إحنا دلوقتي عايزين نفهم الحقيقة فين. أنا أقول لحضرتك الحقيقة فين. أولا الأرقام لها طاقة ولها تأثير، والاسم ليه تأثير على صاحبه، ولكل واحد من اسمه نصيب، تمام. وممكن الاسم ده التردد والذبذبات بتاعت الاسم ممكن تأثر على الواحد للصح وللغلط. سيدنا رسول الله غير اسم ابو هريره، كان اسمه ابن عبد شمس، تمام. تغيير القدر، انا كنت بقول له تعرف انك انت تعرف تغير قدرك، وحضرتك قلت ازاي؟ ما اسموش كده طبعا، ما اسموش ابن عبد شمس. طب بعد اذنك دكتور عبد الغني، بعد اذنك عشان نقدر يعني نطلع بإفادة. هتروح لفراس؟ طيب. انا ممكن طب والله ما عادي فتعذرني. انا عذرك والله، انا عذرك، انا عذرك، دكتور محمود والله، بس انا شرعا ازاي نقدر نغير القدر؟ لحظه، عشان ما يفهمش حاجه غلط. شرعا اذا تليت ايه قران خطا او فسرت خطا قدامي حرام عليا لو سكت. لا ده ما تسكتش، ومش بعيب عليك انك قلتها غلط، ده ما كانش حتى له اجران. لا بس كده هذا الموضوع. بس لازم اصحح القران بالذات. طيب ازاي نغير قدر؟ ازاي عايزين نفهم القدر يغير بالدعاء، تمام. والدعاء انا معايا حق اصيل من ربنا ان انا لما اتزنق ادعيه، وقال ربكم ادعوني استجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب وأستجيب، تمام؟ تمام. طيب وما سبناش كده، إدانا المفتاح. إيه المفتاح بقى؟ قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن هنا في تأثير، وعلميا أنا معايا فيديو، لما بيتكتب اسم من اسماء الله الحسنى على كوبايه الميه، الميه بتاخد اشكال هندسيه في غايه الروعه، ودي تدل على وحدانيه ربنا. هو احنا بنقول حاجه غلط؟
طيب هسأل حضرتك نفس السؤال، إزاي نقدر نغير القدر؟ ايه علاقة ده برضه بالأبراج؟ أنت حضرتك سألت سؤال الأستاذ ما جاوبش. حضرتك جاوبني بس، جاوبني. نعم، اتفضلي. إزاي نقدر نغير القدر؟ القدر لا يغير، لكن الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى، فبدل ما تبقى المصيبة كبيرة، الله سبحانه وتعالى بقدره دي، لكن القدر المكتوب في اللوح المحفوظ لا يغير. القدر المكتوب في اللوح المحفوظ لا يغير، لكن يخفف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ادعي، اذا دعيت اعرف ان لابد ان يستجاب لدعائك، اما يا رب نجحني هتنجح، او كان في شر نازل الدعوه دي الله سبحانه وتعالى بالدعوه دي رد الشر ده، او سايبها لك في الاخره. فده ملوش علاقه بالكلام اللي بنقوله. طيب احنا معانا، احنا مالناش علاقه بالكلام اللي بنقوله، احنا معانا فيديو للشيخ الشعراوي نشوفه ونرجع نكمل حلقتنا. دكتور عبد الغني، انا كلمه ليا. حاضر، هرجع لحضرتك. دكتور عبد الغني، احنا عايزين الناس تفهم وتفرق بين الصح وبين الغلط، تقول لهم ايه في موضوع الأبراج وإن إحنا نبقى مقتنعين اقتناع قوي بيها، ومن غير ما نقطع بعض ومن غير عشان المشاهد يستفيد. اتفضل إن شاء الله. وعايزة تعليق على الفيديو. اتفضل اتفضل يا فندم. إحنا على الهواء؟ أه. طيب، أولا حينما أسلم عقلي ومخي لهذه الأشياء، أقوم من النوم أفتح النت أشوف برج إيه، او افتح الجورنال اشوف برج ايه، لو كويس همشي. احنا كده رجعنا للجاهليه. الجاهليه كانوا بيعملوا كده، كانوا بيعملوا ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ليه يا ربنا؟ فاجتنبوه لعلكم تفلحون. تمام. ان كنتم عايزين الفلاح سيبكم الكلام ده. تمام. كانوا بيعملوا كده برضو، الجاهليه كانوا بيعملوا كده. بيطلع يقوم النوم، أنا ممكن أكون رايح مقدم على تجارة وأنا متأكد إن هي رابحة 100%، بعمل كده بالخشب، لو قال لي افعل، يعني تلات عيدان واحد مكتوب عليه افعل ولا تفعل والتاني معلوش حاجة. تمام. لو قال لي افعل بفعل حتى وإن كان في الخسارة، خلي بالك، لو قال لي لو تفعل بسكت حتى وإن كان في الربح. ففين العقل؟ إحنا رجعنا لنفس الموضوع ده. تمام. وبعدين كل الكلام اللي بيتقال مكرر، ولابد يحصل لك حاجة. حدانك لما يقول لك انت اليوم قدامك ممكن يحصل لك حادثه النهارده، افتح برج كده، طب انا مش طالع، عطلت شغلي، طب انا هطلع طولة ما انا سايق متوتر، انا عربيه تخبطني، انا عربيه تخبطني ادخل في حادثه هعمل حادثه. ليه؟ لان خلاص البرج قال لي مخي خلاص ان هعمل حادثه، لازم تحصل حادثه. لكن لو انا ما اعرفش الكلام ده وسبت الغيب لله سبحانه وتعالى، عند زنه هعرف اتصرف، اضرب فرمله، اخش يمين، اخش شمال، مخي معايا، انما انا سايب مخي للجماعه ده. بقول لك انت السنه دي برج الحمل ان شاء الله، ممكن انا هكمل ثانيه واحده، هاجي لحضرتك، هاجي لحضرتك. انا السنه دي انت مهيئه انك تتجوز السنه دي، بدور بقى على بنت الاستاذه نبال اختها، لازم اشوف. ليه؟ لان قال لي ان هتجوز السنه دي، حتى وان كان هتطلع ميتين اهلي هتجوزها. ليه؟ لان انا لغيت عقلي، انا لغيت ده تخدير للعقول. تمام. فاحنا عايزين نتقي الله سبحانه وتعالى. تمام. يعني ده راي الدين. راي الدين بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه؟ تمام. انت غير مطالب بالبحث في المستقبل، سيبك من المستقبل، اعمل ما عليك، خذ بالاسباب واترك الغيب لله. نفس الوضع زي اللي نايم وشاف رؤيه. تمام. انا اعرف ناس حياتهم كلها ماشيه على الحلم والرؤيه، ماشي على الحلم والرؤيه، علما بان الدين قال لنا ايه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه، المرء منكم خيرا فلا يحدث به الا من ايه، من يحب، من يحب، ومن رأى شرا فلا يحدث به احد، وليعمل ايه، وليتفل، يتفل عن يساري ثلاث مرات، انتهى الموضوع. لكن في ناس عايشه حياتها زي ما هي عايشه على الرؤيه، عايشه على الابراج، حظك ايه النهارده، برجك ايه النهارده، هو ده لا هو 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 انا دكتور محمود. دكتور محمود، كان في فيديو للشيخ الشعراوي، عايزين تعقيب لحضرتك عليه. تعقيب الشيخ الشعراوي، كلامه بيقول ان سيدنا الشيخ يسيب الدكتور محمود يتكلم ويقول كلامه ونفهم عايز يقول ايه. اتفضل، الوقت مع حضرتك. بدل ما استاذنا يقول لك الناس هتقول لي بكره انت عندك ايه، لما الدكتور مصطفى محمود يقول لما بتحصل ظاهره الكسوف والخسوف، بتحصل عواصف شمسيه وبيحدث عند الناس خلل، وتحصل مثلا اعاصير وزلازل وبراكين وكده،
يبقى الصح ايه بقى؟ ان احنا بدل صلاة الكسوف دي ما تبقى فرادة، لا تبقى الشيخ الازهر بقى والمتخصص الديني يقول لك يا جماعة يلا كلنا نصلي صلاة الكسوف، عشان العلم بيقول ان في عواصف شمسية وفي زلازل وفي خلل عند الناس بيجي لهم، ده الصح. يبقى انا استخدم العلم لنفعي، مش عشان اصل بيتكلم في قضية جامدة جدا. فعلا الناس لما حد يقول له انت مثلا عندك مشكله بكره بيتوتر وبتبقى مشكله. في قوه، في قانون في الكون اسمه قانون الجذب العام، اختصاره ان الانسان يجذب لنفسه ما يفكر به، زي انا عند حسن ظن عبدي بيه. يبقى انا لما الظن ده عباره عن فكر، لما فكري ده يبقى ايجابي هجذب لنفسي الايجابي، ولما فكري ده يبقى سلبي هجذب لنفسي السلبي. معانا مداخله، معانا مداخله من الدكتور عبد الله رشدي من علماء الازهر الشريف. اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، نورنا. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. عفوا دكتور عبد الله. الابراج في البدايه انا اعتذر يا دكتور عبد الله على ما بدر، يعني فالامور مش كده، لكن ندخل بصراحه السؤال. ندخل في السؤال. دكتور عبد الله، الابراج حقيقه ام وهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأبراج عشان يكون الكلام فيها منصف ومنضبط، القضية دي على نوعين أو يندرج تحتها نوعان. النوع الأول إن أنا أقود الأبراج دي علامات أو أمارات على إن في بعض الناس وجد أو بالتجربة ومن خلال الاستقراء والبحث وجدنا إن المولودين في الفترة الفلانية بيشتركوا في سمات عامة كذا أو صفات كذا، والاشتراك ده أغلبي وليس دائما يعني. فدي مسألة تتعلق بالتجربة والبحث العلمي، ودي لا محذورة فيها شرعا، زي اللي يقول لك كده مثلا مواليد شهر واحد عصبيين، مواليد شهر اثنين طيبين، الكلام ده كله. إنما المشكلة النوع الثاني من الأبراج أو المشكلة التي يعني احنا بنرفضها ويأخذها الشرع الشريف، إن أنا أقول أنت برج كذا بكرة أنت هتموت، بكرة هتكسب، بعد إيه جالك فلوس، أنت حياتك هتبقى تعيسة، أنت حياتك هتبقى سعيدة. ده من باب علم الغيب والتكهن بالذي لم ينزل الله به من سلطان، هو ده المحرم. يعني حضرتك يعني بتقول او بتشيد ان في ابراج وان ليها تاثير على شخصياتنا وعلى حياتنا. ما فيش اي شيء في الكون بيؤثر التاثير لله سبحانه وتعالى وحده. تمام. انما هل هناك السؤال، هل قد يكون هناك ارتباط عادي؟ بمعنى ايه؟ أن الله أجرى عادته بأن من ولدوا في الفترة الفلانية مثلا بيكونوا طوال، مثلا دول بيكونوا قصيرين. تمام. دي مسائل أغلبية، زي مثلا أقول لك إيه، اللي عايشين في أفريقيا بيكونوا مثلا سمر، اللي في بريطانيا بيكونوا بيض، وهكذا. تمام. فهل ده ممكن؟ ده ممكن إنما حتة إن أنا أقول أن الأبراج تؤثر على حياتي أو على مستقبلي في تعلمي، في علاقتي بربي، في غناية وفقري، في اللي هيحصل لي بكرة واللي هيحصل لي بعد بكرة، ده لا. دكتور عبد الله بشكرك وبشكر مداخلتك في ساعة مع نبال. يعني طبعا احنا وقتنا انتهى، لازم يبقى فيه ان شاء الله يبقى فيه جزء تاني للحلقة. انا كنت هطلع لك الاعداد الذرية والاوزان الذرية لكل العناصر الكيميائية اللي ذكرت في القرآن من رقم الآية ورقم الصورة، وعايز استاذنا يقول رأيه. انا باخد القرآن ما فيهوش آية بتقول لك الفجر ركعتين والظهر أربعة. دكتور محمود، كنت عايز هو بقى يوريني ازاي. يا حبيبي ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ايه علاقة الحب بالكلام؟ هخلي لك بعلم الأرزاق. يا حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين كل فرضين وقد صلى على عبيده ليه؟ يا حبيبي ده مش عبيده، ده بقول لك هفهمها. مشاهدينا بشكركم. في جزء تاني لحلقتنا ان شاء الله هتكون موجودة، ومتابعة الأبراج حقيقة ولا أوهام. اصبحوا على خير.